القلب. لو حضرتك هتكلمني الاول عن المنظمه دي وطبيعه التكريم. مؤسسه التكريم شخصيه العام في الداخل الفلسطيني الوطن العربي عمرها 8 سنوات، تحاول ان تعطي وتقدم وتكرم، بحيث ان التكريم هو اولا تحضر وحضاره، ومن ثم هي رساله شعب بقى هناك في سيد الطائر في فلسطين. ارتئينا انه نحاول ان نعطي صوره حضاريه عن الداخل الفلسطيني بشكل خاص، وايضا تكريم القامات العربيه على مستوى العالم، لكي يدرك العالم ايضا انه هذا التقديم وتوثيق قامات وتوثيق، لانه نحن ندرك بان التاريخ لا يحفظ الحيثيات وانما يحفظ المخطط. واليوم نحن موجودون في مصر بشكل رسمي، بوفد رسمي جئنا لتكريم لاول مره نعمل به، وهو تكريم سفير سيدة الأرض. تم منحه إلى فنان محمد صبحي، هذه القيمة والقامة الإنسانية الرائعة الوطنية المحب لفلسطين والمحب للقدس. ارتئينا في هذا اللقب أن نقول له نريد منك المزيد، نريد منك العطاء أكثر، نريد منك النظرة الثاقبة أكثر إلى القدس، لأن ما يحصل في الوطن العربي هو إسقاط للقضية الأم، هي إسقاط لقضية فلسطين. فنرى في هذا القي في هذه القيمة وفي هذا القامة أخونا الفنان محمد صبحي، أن نعم نضيء شمعة خير من أن نال عن الظلام، هذا الجانب الخاص. وأيضا بوضوح رسالة أخرى عبر محمد صبحي، هذا الفنان هذا الإنسان، رسالة من الشارع الفلسطيني بأننا نحن والمصريون نحن جسد واحد، نحن بطين وأنتم الأذين، فلن نسمح لأي من يعبث في هذه المحبة، ولن نسمح بأن تكون الطاقة السلبية موجودة بيننا، لأننا لازلنا نحمل شهداء الضباط وجنود المصريين في الفلوجة، في الفلوجة التي هذه القرية التي احتضنت في عام 48 دماء شهداء إخوتنا وأهلنا المصريين. آخر سؤال، عايز أعرف قضية اختيار طبعا نحن نختار بكل عام شخصية العام، إنما ارتئينا بأن يكون اللقب للفنان محمد صبحي سفير سيدة الأرض. لماذا؟ لكي يكون اللقب مستمر وليس شخصية عام 2015 أو شخصية عام 2016، لا، هذا اللقب بمعنى عندما نقول سفير سيدة الأرض، بحيث أنه يكون دوما سفير لأم البدايات وأم النهايات، سفير سيدة الأرض، سفير فلسطين، أن يحمل هذه القضية أكثر وأن يقدمها في أجمل صورة وأن يعطي هذا الجهد، لأننا كلنا بحاجة أن نتكلم عن القدس وأن جميعا نصلي في القدس.